السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده التوتوريال رقم 12 من توتوريالز سي بروجرامينج، والمرة دي هنتكلم عن الفانكشنز. الفانكشنز تعتبر زي الفانكشنز كده بتاع الرياضة. هي فانكشن بندخل لها قيم، بتعمل عمليات جوه وتطلع قيم تانية. نفس الكلام هنا برضو، بندخل لها قيم، بتعمل عمليات جوه وتطلع قيم، بس الفكرة ان احنا بنكتب العمليات اللي جوه دي بنكتبها مرة واحدة، وبعد كده بننده الفانكشن دي من جوه المين او من جوه البرنامج اللي احنا بنستخدمه، يروح رايح منفذ الكلام بتاع الفانكشن ويرجع تاني في نفس المكان. يعني احنا بنوفر ان احنا نكتب جزء من الكود كذا مرة، بنكتبه مرة واحدة بس لو احنا هنستخدمه كذا مرة، يعني كتير في الكود نكتبه مرة واحدة ونندهله من جوه المين وكل مرة نعوزه فيها. طيب الفانكشن دي بتتكتب ازاي؟ الفانكشن دي بتتقسم لحاجتين، البروتوتايب بتاع الفانكشن والفانكشن نفسها. طيب الفانكشن مثلا نفسها بنكتبها تحت المين، وبتكون شبه المين كده. المين اصلا في حد ذاتها فانكشن او ميثود، يعني فانكشن هي ميثود. بتتقسم لثلاث حاجات، الاسم الفانكشن، والاوتبوت بتاعها بيطلع ايه، والانبوتس بتاعتها بتبقى ايه. الانبوتس بتكون جوه بريسز، تمام، والاوتبوت بيتكتب بره قبل الاسم، والاسم في النص. طيب الاوتبوت بتاعها ممكن يكون void يعني ما بتطلعش output، ممكن يكون integer يعني بتطلع integer output. الاوتبوت بتاع الفانكشن هو output واحد بس، الانتجر ممكن الانبوت قصدي ممكن يكون inputs كتير. طيب ممكن يكون integer، ممكن يكون character، ممكن يكون float، ممكن يكون اي حاجه. طيب احنا مثلا هنعمل function بتجمع رقمين مثلا، فهي هتطلع الناتج، تمام، وبعدين اسمها بنسميه مثلا add، تمام، وبعدين نفتح البريسز اللي هيكون فيها الايه الانبوتس بتاعتها. طيب الانبوتس بتاعتها دي بقى ايه؟ هي الارقام اللي هتدخل لها، احنا هندخل لها رقمين. طيب يبقى هنقول لها ان هيخش لك رقم اسمه هنسميه اكس، ورقم تاني هنسميه واي، تمام. الاكس والواي دي الاسامي بتاعت الفاريبلز اللي هتدخل، احنا هنسميها للفانكشن هنسميها اكس واي، انما هم ممكن يكونوا اي حاجه تانية. طيب الكلام ده هيبان قدام شويه. طيب الفانكشن نفسها بتكون جوه كيرلي بريسز، بنقول له ان في نعرف فاريبل اسمه زد، ونقول له ان الزد ده ايكوال اكس بلس واي، وبعدين عايزين بقى نخلي الزد ده هو اللي يرجع بقى المكان، يرجع في الاوتبوت بتاع الفانكشن. الكلام ده بيتعمل ازاي؟ بحاجه اسمها ريتيرن. طيب ريتيرن زد، تمام، ريتيرن يعني هيرجع للاوتبوت، ده كلام جميل. طيب كويس، تمام. طيب في حاجة تانية للفانكشن نستخدمها اسمها البروتوتايب بتاع الفانكشن. يعني ايه؟ يعني الكود بتاعك مثلا هنا في المين ممكن يكون كبير جدا، عندك كذا فانكشن تحت المين، انت بتحتاج تقول في الاول للكومبايلر ان انا هستخدم فانكشنز اسمها اد، وفانكشن تانية اسمها مثلا سب اي حاجة، وكل فانكشنز اللي انت بتستخدمها. ليه؟ لان انت اصلا هتعوز تنده لها جوه المين، والمين قبل الفانكشنز نفسها، فهو المفروض يكون عارف ان في فانكشن تحت، لان الكومبايلر بيكون ماشي سيكوينشال، بيمشي السطور تحت بعضها كده، هو ما يعرفش لسه في ايه بعد كده. فانت بتقول له في الاول ان في فانكشن تحت اسمها كذا، عشان لما تنده لها في المين يكون هو عارف اصلا ان في فانكشن اسمها كذا. طيب الكلام ده بنعمله ازاي؟ احنا بالظبط كده بناخد اول السطر ده كده زي ما هو، تمام، ونحطه فوق، ونحطه بعديه سيمي كولون. انت كده عملت البروتوتايب بتاع الفانكشن بتاعتك. طيب ندهلها ازاي جوه المين؟ في المين عادي جدا هنعرف فاريبل اسمه a مثلا، ونعرف فاريبل تاني اسمه b، وناخد من اليوزر الـ a والـ b، الـ a والـ b، تمام. طيب وقبل كده نقول لليوزر please enter a and b. طيب ده كويس. عايزين بقى ندي دلوقتي الرقمين A وال A وال B variables دول بقى فيهم الرقمين اللي احنا عايزين نجمعهم، عايزين نديهم بقى للفانكشن عشان تجمعهم. طيب الكلام ده هيحصل ازاي؟ الفانكشن بتطلع output، output integer برضو اللي هو احنا هنعمله هنا ونسميه result. طيب
بنكتب كده وبنقوله ان result ده بيساوي ناتج الفانكشن اللي اسمها add ونحط لها الرقمين اللي احنا عايزين نجمعهم a و b، نحط سيميكولون. الكلام ده يعني هو نفس تقريبا الترتيب ده، الانتجر ده هو الاوتبوت، فانت بتقول له هنا result، بتحطها في result، result اللي هو الانتجر يعني اللي انت عايز تحط فيه result، تمام. بيساوي من غير هنا ما فيش يساوي، تمام، اللي انت هنا بس بتعرفها. طيب add نقول له روح للفانكشن اللي اسمها add، ودي البارامترز بتاع الفانكشن او الارجيومنتس يعني بتاع الفانكشن، هي a و b. a و b ازاي يعني؟ a ده الانتجر اللي هو الاولاني و b الانتجر التاني. هو اول ما يشوف الكلام ده هو عنده البروتوتايب اللي اسمها الفانكشن، البروتوتايب بتاع الفانكشن اللي اسمها add، بيروح رايح على الفانكشن الاد لان هي فعلا بتاخد اتنين انتجرز، انتجر x و انتجر y. طيب احنا هنا مدين له a و b، اللي بيحصل ان هو بيروح واخد الايه، حطه مسميه هنا x جوه بس الفانكشن، جوه السكوب بس بتاع الفانكشن، يعني بره مفيش حاجه اسمها اكس وواي، تمام. الاي بقى اسمها اكس والبي بقى اسمها واي، يجمعهم مع بعض يروح مطلع الناتج هنا زد، برضو اسمه زد جوه بس بيطلع بره على هيئه انتجر عادي جدا، رقم نحطه جوه الريزلت. طيب ده كلام كويس. طيب نشوف النتيجه بقى هتطلع ازاي. برنت اف ريزلت از، ونقول له ريزلت، تمام. طيب وعايزين بس نعمل سكان اف كده عشان ما يقفلش، نحطه في اي حاجه فيهم ايه مثلا، ايه، تمام. طيب نشوف الكلام ده هيطلع ازاي. طيب في ايرور تقريبا. ماشي، printf this function variable may be unsafe. ماشي scan if، احنا كاتبين scan if هنا غلط. طيب please enter imdb 4 5. طيب في حاجة غلط حصلت، بريك. result equal add a و b، احنا عملنا تقريبا حاجة غلط. add a و b return z عادي جدا، مش اي مشكلة يعني. تمام، احنا هنا مش كاتبين address، دي حاجة. تاني حاجة احنا مش حاطين في السكان اف، المفروض ما يكونش فيها مسافات كده. طيب المفروض يشتغل كويس. 4 5 result is 9، تمام، يعني سكان اف، تمام. ودي كانت حاجة سريعة عن functions، وحاول انت تزود حاجات وتغير فيها لغاية ما تبقى معاك كويسة، وشكرا.